طيب، من وقت موكب المومياوات الملكية تحديدا وفي الاهتمام ده غير مسبوق، يمكن مش بس بفكرة المومياوات لكن بأسرار التحنيط والمواد المستخدمة في عملية التحنيط كمان ككل للمومياوات وعبقرية المصري القديم اللي يمكن سبقت عصره، علشان كده تم الكشف عن مخطوط جديد. المخطوط ده بيوضح بشكل مفصل أسرار عملية التحنيط. كشف أثري يعيد كتابة تاريخ التحنيط الذي ظل لمئات بل لآلاف السنين أحد أسرار مصر الفرعونية، كما كان سر الكهنة المقدس. الكشف عثر عليه ضمن مقتنيات متحف اللوفر بفرنسا، ويعود ل3500 عام، ويعتبر أقدم كتاب عن عملية التحنيط القديمة. النص المكتشف حديثاً يعتبر أقدم دليل طبي عن التحنيط وموعده وخطواته ومقدار الأيام التي يستغرقها، وحيث يركز أيضاً على استخدام الأعشاب لتقليل تورم الجلد. ويصف الدليل الموجود في المخطوطة القديمة المكتشفة حديثاً أنواعاً مختلفة من المضادات والوصفات العشبية لاستخدامها في مراحل مختلفة من العملية، ويتضمن فقط خطوات التحنيط الأصعب. يعود تاريخ المخطوطة إلى عام 1450 قبل الميلاد، وهي أقدم من النصوص المكتشفة سابقاً بأكثر من 1000 عام، كما تعد أول مخطوطة تكشف عن استخدام ومظهر وحتى الجانب الديني من الأعشاب المستخدمة في عملية التحنيط في مصر القديمة. وعلى عكس النصوص السابقة، يتضمن الدليل عملية تحنيط الوجه التي تحدث كل 4 أيام، ولذلك فهي كشف هام يدلل على براعة المصري القديم وقدرته الطبية والعلمية التي جعلته يسود العالم.